السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. اليوم فلوق جديد عبارة عن أكل. ثانكيو. راح نروح 7-11. طبعا يوم كامل حيكون من 7-11، حاكل صباح فطور غدا عشاء كله من 7-11، فراح تستمتعوا معي إن شاء الله ونشوف إيش في عندهم أكل في الشارع. انا حاليا في منطقة باتونغ بيتش، الشاطئ تقريبا يبعد من هنا 5 دقائق، والاجواء حلوة، حارة شوي لكن اوكي. اليوم اكل 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 للان ما ادري 7-11 هل في يعني اكل حلال اكل حرام، ما ادري صراحة، لكن نجرب ونشوف. فيلا هذا 7-11 يا عيال. طبعا 7-11 مشهور ب انه منتشر في شرق اسيا بشكل كبير. واو اوكي. نو فوتو اوكي سوري. هذا يا جماعة مكتوب عليه حلال. هذا حيكون الفطور تقريبا. طبعا انا بالفندق يا شباب، لسه ما سويت تشيكن، لسه انتظر غرفة تجهز. بس رحت 7-11 قالت لي ممنوع التصوير، مدري ايش معليش ممنوع التصوير. المهم شريت هذا، دخنوا لي اياه، طبعا مكتوب عليه حلال اول. ف جبت هذا مكسرات بشكل وبطاطس، طبعا هذا حيكون فوري مدخن وكولا طبعا لازم. فيلا نبدا ناكل. بسم الله. دقيقة أوريكم من جوا، أتوقع إنها دام دجاج أو شيء. كذا كان أكل هندي أو حاجة زي كذا. والله حلو يا جماعة، طالع مرة حلو يعني كويس. شوف هذا، بسم الله خلصها. بس شوف كيف حلو. حلو مكس حلو. بطاطس مع طبعا هذا حيكون الغداء رقم واحد، الفطور رقم واحد، لسه بنفطر بعد شوي. كانت حلوة و شيء من الآخر. انتظروا الغداء الحين، مو الحين يعني بعد ساعتين كذا راح اخذ من جديد من 7-11. ف والله نمت يا جماعة، و الحين وقت الغداء من 7-11، وجبة الغداء ما ادري وش بيختار صراحة، لكن ما نشوف. يلا ويت. نو How much? You play now? Yeah. To be bold. رايح أتغدى في 7-11. ف
فيلا شوف شفناك في 7-11 اليوم، بروح 7-11 اكبر لانه كل مكان اكبر كان في تنوع اكثر. فيب يلا يمكن هنا حلال ندور شيء حلال. اليوم يا شباب معنا دجاج اتوقع، بس المهم انه ايش حلال. شوف هنا مكتوب حلال عشان ما تقولوا محمد ياكل اشياء. عندنا برضو هذه بيتزا حلال برضو من 7-11. فخلونا نتغدى يلا نشوف معاكم يلا. طبعا شريت هذا برضو، نسيت اقول لكم عيال عصير الليمون. اول شيء هناكل هذا رز ودجاج. بسم الله نبدا الرز. رز عادي سادة بدون ملح، فندق حلو بس حار حراق بس جنة. طبعا هذه البيتزا عيال خنخش عليها الحين. بسم الله حلال ترى. لا حلوة يا اخي، الاكل التايلاندي توب. برضو هذا شريتنا هذا حلو بجرب بعد شوي. بالنسبة للبيتزا يعني قيمة 7/10، هذا 10/10. فخلوني اتغدى وبعدين اصور لكم الحلا وارجع يلا. طعم عادي يعني، ابغى اوصف الطعم بس ماني عارف. كيف ايش كيف، ما حتى بس طعم كوكولات مو باين يعني. حلو كان يعني من السعودية أكلة كيف عادي ولا كبير. خلصنا كذا و نروح على العشاء ان شاء الله، كمان وجبة 7-11 ثانية. فانتظرونا على العشاء يلا سلام. شارع ازعاج يا عيال، هذا شارع بنجل ستريت. المغرب الحين تقريبا، ما ينفع الاطفال ابدا ما ينفع الاطفال الا في النهار يعني، بس في الليل ما ينفع. رايح 7-11 الوجبة الأخيرة. ف والله صراحة قاعد أدور الأكل الحلال في 7-11. في 7-11 يجيك فيه أكل حلال كثير، في 7-11 ما يجيك فيه أكل أبدا حلال. فإن شاء الله 7-11 اللي أنا رايح الحين فيه أكل حلال كثير. يلا بينا هروح أشوف أكل حلال، وحتكون ان شاء الله الوجبه الاخيره العشاء. يلا بينا. يا جماعه لقيت هذا حلال برجر حلال. شوفوا يا شباب، اخذت لي كم شغله من 7-11، راح يكون عشاء ان شاء الله.
فيا اخي يقول لك ممنوع تصوير جوا المحل، ابغى اصور جوا لكن ما اقدر يا شباب، فاعذروني بوريكم لكن لما اوصل الفندق. و لا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب يا شباب، وارجوكم ادعمونا يا شباب، الدعم الدعم تكفو تكفو. يلا بينا. وصلت الفندق يا جماعة، حوريكم الأكل. طبعا شريت البرجر هذا، حلال حلال حلال، وأخذت لي رز أبيض وسخنه طبعا، وكمان نفك بس هذا. وأخذت لي كمان صدر دجاجة بالبهارات، تاني مكتوب صدر دجاجة أو حلال برضو مكتوب حلال إيه. فا خلنا نفكه. شوف كيف صار شكل رز دجاج. حنجرب ذا الرز مع الدجاج. طبعا في 7-11 يسخنوا لك الأكل عادي، بس اطلب منهم يسخنوا لك الأكل. سخنوا لنا. واو يا جماعة، الدجاج حراق شوي بس عادي يعني طعمه لذيذ جدا. يا أخي ليه ما يسووا 7-11 عندنا في السعودية؟ يعني سؤال صراحة محيرني. في كل شيء تبغاه روح 7-11، اي شيء في راسك كذا مضيع اي شيء روح 7-11. بالنسبه للاكل والله يا جماعه هذا 10 من 10، الرز والدجاج هذا راح اعتمد بعدين في 7-11. طبعا الفندق هذا انا سكنت فيه اول السنه اللي راحت في بوكيت، ورجعت له مره ثانيه، صراحه من احلى الفنادق اللي سكنت فيها، اسمه لب دي. لب دي حط لكم الرابط ان شاء الله في الوصف. ف ما جاب لي شوكه لكن يلا لذيذ جدا. يلا بس اخلص الرز ده وارجع لكم بالبرجر، ارجع لكم بالبرجر. اوكي الان يا شباب افتح البرجر. شوف الوجبة الأخيرة لازم تكون فخمة شوي. شوف هذا الظاهر انه برجر جمبري او شيء. شوفوا كيف، بسم الله. جابوا معاه كاتشب وشطة. ممتاز جدا البرجر هذا. البرجر ولا الرز صراحة عجبني الرز والدجاج صراحة، يعني 10 من 10 يا جماعة، لأن الدجاج عليه بهارات شوية، فمرة لذيذ مرة لذيذ. فيا جماعة الأكل تقييمه 10 من 10 الحمد لله. فبكذا إن شاء الله بخلص هذا، وبكذا إن شاء الله نكون خلصنا الفلوق. أكلنا اليوم كامل أكل من 7-11، فطور غدا وعشاء، وصراحة كل طبق أحلى من الثاني. وبكذا أكون انتهيت الفلوق. بالله لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم إن شاء الله في الفلوق الجاي. مع السلامة.